جمعية رعاية الأجيال ابتكرت حلول لمساعدة الشباب، فشكلت 9 برامج أطلقت عليها مسميات، ولها أهداف معينة لكل برنامج. قدمت هذه البرامج بعد دراسات واجتماعات مع المختصين في أكثر من مجال لتقديم كل ما يهم الشاب السعودي وينقصه للدخول في سوق العمل. وطبعاً كلنا محتاجين من يوجهنا ويساعدنا عشان نلقى شغفنا ونبدع فيه. فرعاية الأجيال جمعية سعودية مهمتها تطوير شباب هذا الوطن.